ليه وازاي كده وايه النظام وكل حاجة وشوف بكام وانا مش للبيع برغم الدولة اصلي انا جايب من العيال اللي هم بيقعدوا على ال اهو بعدك على عيني فاكرك يا سيدي بعدك على عيني عبودة نعم هو انت كنت عايز مني ايه؟ مش عايز يعني انا كنت بتفسح بالتاكسي وقلت بقى اعدي عليك في الشغل يعني علشان اخدك واروحك بدل ما انت بقى في السكك كده تمشي اتوبيسات سكك واتوبيسات وبعدين تتفسح بالتاكسي التاكسي ده مش واخده عشان خاطر تشتغل عليه ما خلاص بقى شغل ايه بقى بلا شغل بلا عرف انا ما باخدش اصلا من الشغل ده يوميه يعني فاشتغل ليه اصلا تشتغل عشان خاطر تسدد الفلوس اللي عليك لبيومي وتريح نفسك وتريح عمتي بص بقى هدى هي قلبت بقى معايا بصراحه عند وانت عارفاني انا بحب العند زي عينيا يا خساره يا عبوده مش هتتغير طب انت يا هدى يعني انت عايزاني اتغير ليه ها يعني هل انا كده هون يعني وحش لا انت كده هو زي القمر والله العظيم من غير ما تحلفي انا عارف ان انا قمر والله فكرك ايه عايز انت بقى احسن طب هدى انت عايزاني ابقى احسن ليه ها قولي وما تتكسفيش مفيش حد راكب معانا قولي عشان خاطر انت ابن عمتي بس ابن عمتك بس ابن عمتي بس يا عبد وبعدين انت لازم تشتغل على التاكسي ما ينفعش تمشي بالتاكسي كده فاضي ما انا برضو ما ينفعش يا هدى انا اركب يعني زباين انا يعني اركب ازاي زباين يعني وانا قاعد جنبي القمر بذات نفسه يعني القمر عبودة نعم. لو ما كنتش هتركب زباين انا هنسى لا 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 يا ست خلاص انا هريح الحب الحقيقي الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيعلمنا نسامح وينسينا امبارح ويعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه ها ايه رايك بقى هو ده مش كده احسن طبعا كده احسن بكتير يا عبوده غنوا يا اولاد غنوا يا سوية شاطر غنينا يا ناطر يا سوية
دكتور عاوزاك. ايه التكاليف بتاعتك دي؟ رد عليا يا مدكور، انت ليك علاقه بموت دادي الله يرحمه واستوليت على ثروته؟ اسمعي يا ست هاني، انا مش فايق للتخريف بتاعك ده، انا تعبان وورايا شغل، التخاريف دي بطاليها. دي مش تخاريف، وشريكك هو اللي اعترف لي. مرتضى؟ يعني هي دي الحقيقه. خيانه تانيه يا مرتضى؟ طيب. تعبت بقى يا طاهر، البقرة المتغمية عينيها تعبت من لف يا أخويا، أعمل إيه بس؟ سبتني واستريحت أنت من هم العيال، بس يلا خير، ربنا مش هينساني أبداً. يا حبيبك النبي يا رب. أما أنا نازل بقى. سيدة أنت بتعيطي؟ آه أكيد بقى، وقفت قدام صورة أبويا وقعدت بقى ني 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 وتقومي عليا زي كل مرة يا أما. بقى ده واد، أنا عيني اتطرفت. اتطرفت يا سيدة وأنا معرفكيش كل مرة بتطرف يعني في المكان ده؟ ايوه كل مره بتترف في المكان ده يا موكوس يا ابن الموكوسه، مالكش دعوه بيا، خليك في نفسك. انت نازل رايح فين دلوقتي الساعه دي واحنا بقينا نص الليل؟ نازل بقى ياما عشان اشتغل على التاكسي واتعب بقى واشقى، مش عايزه اي حاجه. ربنا معاك يا دنايا، خلي بالك من نفسك عبوده، عشان خاطري مالكش دعوه بحد، الدنيا ليل ومحدش هيغيتك، وانا ما عنديش جهد لفلف عليك. ياما ما تخافيش ياما، انا عايزك تطمني خلاص، عبودة بتاع زمان اللي كان بيتعبك ده خلاص من هنا ورايح انا مش هتعبك تاني ياما خالص، علشان ابقى احسن بقى زي ما هدى قالت لي. استرها يا رب، ربنا يكملك بعقلك يا دنايا، مع الف سلام. الله يسلمك يا رب يا سيده، سلام عليكم. اسيبك بقى انت بقى تعيطي براحتك، سلام يابا. استرها معايا يا رب. عرفت هتعمل ايه يا صاحبي؟ اطمن ساعتك كل حاجة هتمشي زي ما سعادتك عايز بالظبط. أنا أصلي يهمني إن نخلص من مرتضى بأي طريقة. المهم أنت واثق من الرجالة اللي معاك؟ إيه اللي واثق؟ أنا ثقتي في رجالتي ثقة عمياء يا باشا. عظيم عظيم، المهم الميموري كارد، الميموري كارد يا صبري. فاهم يا فندم. طيب أطمني أول ما تخلص. أوكي يا سعادتك. بعد إذنك يا باشا. يا اسم مرتضى، انت فاهم انك ممكن تلعب كده مع الكبار وتنفد بيها؟ ايه الصوت ده؟ سايق موتور ميه يا هات الحظ. مفيش صريخ ابن يومين هنا. افتح افتح افتح. الله ينعلك تاكسي انت وصاحبك في يوم واحد. بقى يا رب كل نص ساعة اقعد اعمل كده. طب اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه؟ عايز فرصة يا رب. ايه هتعمل ايه يعني عبودة؟ انت بتفهم فيه؟ ما هو قال لك الشكمان. الشكمان بيوم الزفت قال لك الشكمان. إلهي يا رب تولع بجاز. دول هيضايقوني هيضايقوني، بمشي بحديد أنا دلوقتي. مش حد طيب يا رب، خد بيوم يا رب، آخر يوم ليك معايا تاكسي الكلب.
الميموري كارت جاهز يا مرتضى؟ جاهزة يا صبري، الفلوس جاهزة يا حبيبي، خليه يفتح الشنطة. افتح له الشنطة. وريني الميموري كارت يا مرتضى. وريه الميموري. مسلحين كمان سبت لهم الفلوس والميموري كارد. طب تعال لي يا استاذ صابر، تعال لي يا اخويا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاسه شنيعه، حاسه شنيعه والله. ايه ده؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. الناس يا جماعه بتموت نفسها علشان شويه فلوس، شويه فلوس، والفلوس دي في الاخر بتروح لصاحب نصيبها. بس اللي يفهم لا اله الا الله، اللي يقرا، اللي يقرا كده الحياه والدنيا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وصاحب نصيبها راح لرزقه، راح لرزقه، الحمد لله يا رب. صحيح صحيح يا ابن ادم، اجري جري الوحوش ورزقك هتاخده هتاخده. الحمد لله رب العالمين. لو البني ادم يعرف ان رزقه جاي يبقى يتنيل يسكت. الحمد لله يا رب. ايه ده؟ لا والنبي والنبي مش وقته خالص، والله مش وقته. اوعى تعمليها معايا، الله يخرب بيتك يا بيومي. بسرعه بسرعه. ايوه ايوه هات التاني بقى. الحمد لله الحمد لله يا رب. يا بركة دعائك يا سيدة. وانت ساعتك وانت ساعتك. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. ايه ده ايه ده؟ حسام باشا، ايه اللي انت شايفه سعادتك؟ واضح انها حادثه مدبره يا مدير. فلوس الرزمه اللي انت شايفها هناك دي ب 10,000 دولار. قصدي سعادتك ان الجريمه حصلت بقصد السرقه. ما تستعجلش قوي كده يا منير، التحقيقات هتبين كل حاجه. وما تنساش ان فيه واحد لسه على قيد الحياه، وده لو اتكلم في حاجات كتير قوي هتتضح. عموما يا منير سيب كل حاجه زي ما هي لحد النيابه ما تيجي والطب الشرعي. بتقول ايه يا استاذ صبري؟ اللي حكيته لسعادتك يا باشا. اللي حكيته لسعادتي؟ الله،
معنى كده ان البوليس وصل للفلوس والميموري كارد، يعني انا خسرت 2 مليون دولار وكل حاجه راحت. ولو مرتضى لسه عايش يبقى هيتكلم وهيقول كل حاجه. يا نهار اسود، دي هتبقى مصيبه لو الكبار عرفوا الحكايه. هروح في 60 دقيقه. صبري احجز لي على اول طياره مسافره اي بلد في اوروبا، اي بلد اي بلد. لازم اسافر من هنا عشان اقعد براحتي افكر. تسأل على زوكا يا عبودة؟ ازيك يا زوكا؟ ايه ده، انت لسه صاحية ولا ايه؟ وانا ايه اللي حينيمني يا ضنايل؟ اخ، ايه اللي جابك دلوقتي وداخل كده لا بتسلم ولا حاجة زي الحرامية؟ لا ما زوكا، ما اصلنا اصلنا كنت واخد كتب من ابو صلاح يعني، فقلت بقى اجي ارجعهم علشان لما يرجع بالسلامة وحب يقراهم يعني. مش لما يرجع يا ابني. بقولك ايه، هو انت جايب جواب جديد معاك من صلاح ولا ايه؟ لا. ولا لا يا واد؟ ايوه يا زوكا جايب جواب. طب يا حبيبي هات السبرتاية، هعمل لك احلى كوباية شاي بالنعناع وتقعد تشربها كده وتقراهولي يا حبيبي. حاضر. وسلامي إلى كل أفراد الحارة فرداً فرداً وشخصاً شخصاً بأساميهم فرداً فرداً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك الغالي صلاح ابن زوكا الغالية الحبيبة اللي أنا مشتاق لها. خلاص بقى زوكا استريحتي؟ عبودة. نعم. قرهولي كمان مرة يا ضناي. يا زوكا أنا قريتهولك 5 مرات لغاية دلوقتي، كفاية بقى. طب ادهولي ادهولي يا ابني، احط في حضني وانام بيه. خد يا ست بقى، انا هدخل بقى دلوقتي اوضب الكتب وارصها واحده واحده. ها كتب مين يا عبود؟ طب خلاص بقى. كتب صلاح يا زوكا بقى، انت بتنسي ولا بتعملي ايه؟ ما تزهقنيش. خلاص ما تتحمقش عليا قوي كده، انا هنام شويه وانت ما تتاخرش يا حبيبي عشان تقرا لي الجواب ده تاني. حاضر يا زوكا هقراهولك 20 مره. نامي بقى، انا الشمس قربت تطلع هتفضحيني. شم يا ابن المحظوظة. دولارات دولارات، هاتهم فين دول؟ ايوه اغنية عبودة، اغنية اشتري كل اللي نفسك فيه. راح اسلي زوكا تصحى. حبايب خليكم انتوا هنا بقى لغاية لما هتقابلوكوا. ها رايحة فين؟ حبايبي يا خطر. انا هطلع المديريه يا منير، وانت خليهم يزودوا كمان على مداخل ومخارج المعادي، وخليهم يحصروا كل العربيات اللي خرجت بعد الحادثه مباشره. ها وبعد كده بروح المستشفى اطمن على الواد المصاب ده. تمام يا فندم. حلوين يا حبايبي، تعالوا بقى هنا اتمنجع بيكم. ايه ده؟
شريحة موبايل دي ولا ايه؟ تلاقيه خط التليفون بتاع الراجل صاحب الشنطة دي؟ طب اعمل فيها ايه دي؟ ارميها ولا اخليها ولا لا انا هخليها هنا يمكن يكون ليها عوزة ولا حاجة. يا ربي احطها في اي كتاب. لا ممكن تقعد. ايوه الشمعدان ده يا ربي تلاقي فيه. ايوه يا سلام بعدناها معمولالها يا عبودة. حلو قوي كده. ايوه الشمعدان بالساعة التاريخية. اسم الجريمة خليها برضو يمكن يكون ليها عوزة ولا حاجة. لا 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 يا حبيبي يا عبودة يا جن. اتكلم يا تهاني. انا مستعجل دلوقتي ولازم اسافر حالا. انت مش هتخرج من هنا غير لما تطلقني وتديني كل حقوقي والفلوس اللي خدتها من ابويا. حاضر يا ست، انا هطلقك بس اول ما ارجع ممكن امشي بقى. يكون في معلومك بقى ان انا مش هسيب حقي. في ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تقبل الله حقك. اروح اقول له بقى ولا ما اقولهوش؟ انا لو رحت قلت له دلوقتي هيقول لي حرام علشان مش فلوسك، وروح سلمها. تقبل الله عم الشيخ عثمان. تقبل الله منا ومنك يا عبودة يا ابني. ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، وربنا سبحانه وتعالى بيفرح بعبده التائب ولو بلغ الذنوب عنان السماء. عايزك تواظب على صلاة الفجر يا عبودة يا ابني، ففيها خير عظيم. طبعا يا عم الشيخ، بس أنا كنت عايز يعني أسأل حضرتك على سؤال كده يعني. اسأل يا عبودة. مش كل بني آدم في الدنيا يعني وله رزقه؟ طبعا يا عبودة، الأرزاق دي من الغيبيات، وربنا سبحانه وتعالى بيكتب لكل واحد رزقه اللي هيوصله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طب عم الشيخ، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يعني بعت لبني آدم رزقه يعني ورزق كبير، يعمل ايه؟ نحمد ربنا على نعمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، عشان انت ما بتنساش عبيدك. فعلا اللي يصبر ينول، وانا يا ما صبرت ويا ما اتحملت وشقيت، وهو رزق جالي لحد عندي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ياه دلوقتي بقى الواحد ينام ويقدر يحقق كل أحلامه.
قوم يا سابع، الشمس طلعت. في ايه ياما بس ده؟ وايه الميه دي على الصبح؟ في ايه يعني ايه؟ في شغل يا ابني يا حبيبي، في دين لازم يتسدد، قوم اشتغل. ماشي ماشي يا مدين، انا هنام بقى شويه ولما اصحى ابقى انزل الشغل. يود انت ما كفكش الميه اللي انت غرقت فيها دي؟ اروح اجيب لك بقى الخرطوم المشرشر. ما انت اصلك مش فاهم حاجه يا سيده، مش فاهم حاجه. بقول لك ايه، بص من الاخر كده، انا من النهارده مش محتاج شغل خلاص بقى. لا يا روح امك هتورث. يمكن حد عالم يا سيده، حد عالم. وبعدين على فكره لما الرزق بيجي بيجي على فكره، وبعدين الواحد بقى ما بيبقاش عارف رزقه فين ولا هو قد ايه بقى يا حبيبتي. ايه واد مالك بتخطرف كده ليه؟ انت يا واد شارب حاجه؟ قوم قوم على بال ما حضر لك الفول. فول فول يا سيده وبتقوليها في وشي؟ بقول لك يا سيده انا خلاص قربت انهق من كتر اكل الفول. ان كان عاجبك يا روح امك، الغاوي نقط بطاقيته. مد ايدك انت كده واديني فلوسي يا شملول، وانا انزل بقى بضع اجيب لك جبنه نستون ولا لانشون ولا يا واد تكونش نفسك في المربى. لا انا عايز لحمه. لحمه لحمه يا محروم يا اللي مش لاقي تاكل. ما انت اصلك مش فاهمه اي حاجه يا سيده، مش فاهمه اي حاجه خالص. انا لو قلت لها ابو احدمك بيتبلش فيه فوله، ما انا عارف. بارتم يا صايع بارتم. لحمه يا ابو لحمه، شويه شويه تقولي هاتي لي جبنه شيدر. ماشي ماشي يا سيده، بكره ان شاء الله هتعرفي بقى الصايع ده هيبقى ايه. تعالوا تعالوا يا حبايبي يا حلوين. صباح الخير يا نرجس يا قمر يا وش السعد. انت عارفه يا نرجس، انا من هنا ورايح اجيب لك كل اللي نفسك فيه، ومفيش بعد كده ولا دوره ولا برسيم يا ست، ان ما خليتك تاكلي تفاح وتشربي عصير قصب وبالشاليمون كمان يا نرجس. بس بقول لك ايه، انا لازم احرص شويه علشان لو سيده عرفت ممكن تفضحني. انا احسن حاجه اعملها الم نفسي شويه واصرف على قدي. نرجس بقول لك الكلام ده بيني وبينك، ها يعني كلمه تطلع كده ولا كده هتبحك. هاي منير، ايه الاخبار؟ طمني. والله يا فندم انا هنا من امبارح ما نمتش. هو بالنسبه لاخبار الدكتور قال ان في تحسن طفيف، بس قال ان قدامه على الاقل 72 ساعه عشان يفوق. طيب خد بالك، ده الوحيد اللي قدامنا في القضيه، تزود عليه الحراسه. عارف يا فندم. فاهم؟ حصل. طيب انا هروح المكتب دلوقتي، وانت ابقى روح نام لك ساعتين وتعالى لي. قاعد فيها نوم يا باشا؟ انا بس هغير هدومي واخد دش وبعدين ابقى احصلك. ادي الشاي يا سيدي. افهم بقى انت مصحيني من فجر ربنا ليه؟ خالي انا كنت عايز اخد رايك في حاجه. يعني خير يا عبود؟ عايز فلوس؟ قول يلا يا خالي. فلوس ايه بس؟ الكلام ده كان زمان. انت لو عايز قول لي يا خالي. انا كنت عايز اسال حضرتك يعني خالي على حاجه حصلت لواحد صاحبي، بس صاحبي من بعيد قوي. صاحبك ده مين؟ مش مهم دلوقتي يا خالي، المهم يعني هو حصل له حاجه وسالني وانا ما عرفتش اجاوبه. خالي تعبتني يا عبوده، ما تنطق. سالك قال لك ايه؟ لو يا خالي اي حد يعني كده، هو مش انا يعني، وهو ماشي في الشارع لقى بقى حاجه، وفي شارع عموم يعني اي حد ممكن كان يمشي فيه ويلاقي الحاجه دي يعني، والحاجه دي بقى خالي مش بتاعت اي حد خالص، تبقى الحاجه دي بتاعتي. قصدي يعني تبقى بتاعت اللي هو لقاها ده. والحاجه دي ايه؟ مش مهم يا خالي بقى دلوقتي، المهم تجاوبني وخلاص بقى يا خالي. انا اللي اعرفه انها تستنى معاه 3 ايام، لو ما حدش سال عليها تبقى بتاعته. حلوة قوي. كده فات يوم يا عبوده، بس يستحسن يبلغ البوليس. بوليس ايه بقى يا خالي؟ طب افرض بقى هو دلوقتي بطبته راح بلغ بقى البوليس وشكوا بقى ان هم اللي سرقوهم بقى كلهم كده، وهو طيب ما عملش حاجه. سرقوهم هما ايه؟ يو يا خالي انت لسه نايم يا خالي، الحاجات. ايها السادة اليكم اهم الانباء، حدث قبيل فجر هذا اليوم. يا ترى ايه اللي حصل؟ بحي المعادي، حيث استيقظ السكان على اصوات طلقات نارية، وقد تم العثور على 3 جثث، من بينهم جثة رجل الاعمال المشهور مرتضى زكي الوزير. لا حول ولا قوة الا بالله. بالاضافة الى شخص مصاب تم نقله الى العناية المركزة تحت حراسة مشددة، وتهيب وزارة الداخلية بأي شخص لديه أي معلومات عن الحادث بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة والإدلاء بما يعرفه.
قدمنا لكم أهم الأنباء وشكرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. في يا خالي أنت تعرف حد منهم؟ مرتضى، مرتضى الوزير كان زبون عندي في المحل. بس يا ترى مين اللي عمل كده؟ هو أنت بتبص لي كده ليه يا خالي؟ أنا مش عرفني أنا. حتى لو في حد عارف أي حاجة مش هيبالغ، لا يحصل له زي ما حصل له. طبعا يا خالي طبعا. امال انا ايه اللي خالي انا ماشي بقى. سلام عليكم يا خالي. ايه وحكايه صاحبك دي؟ هبقول لك عليها بعدين يا خالي. سلام عليكم. طب يا سيدي سلام. مرتضى عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك في تغيير دولارات هنا؟ عايز تغير كام؟ اتفضل. اتفضل غير لي الورقات دي. 10 ورقات. ها ايه يا عم انت بتفكر ايه؟ بتفكرهم مزورين يا عم؟ عايزهم ميات ولا خمسينات؟ حضرتك يعني من ده على ده، ولا اقول لك خليهم يعني خمسينات عشان يبقوا كتير. اتفضل. 5000 560. ايه ده؟ العشر ورقات عملوا الفلوس دي؟ حضرتك مديني 1000 دولار، الدولار بخمسة جنيه 56 قرش، حقك معاك. حلو قوي. لا حس كده بقى حضرتك. خد غير لي بقى الورقتين دول. اتفضل. يا بنت. الله حلوة قوي دي دي. لايق عليا. بقول لك ايه؟ أنا عايز أفخم طبق كشري عندك. ماشي. عندك بقى كشري سوبر. يا عم استنى بس، أنا لسه ما خلصتش طلباتي. بقول لك إيه، أنا عايز بقى تكتر الوردة على قد ما تقدر. حاجة تاني؟ يا عم استنى، حاجة تاني حاجة تاني. يا ابني اسمع كويس، ده أنا هروقك، ده أنا معايا فلوس كتير. بص بقى، عايز الطبق الكشري عليه على قد ما تقدر بقى كده، حمص وعدس، ومع الطلب ده بقى عايز حاجة ساقعة بس تكون صاروخ. تشوفني خلصت طبق الكشري من هنا تقوم هبدني على طول الحلو من هنا. ماشي؟ ايوه مذكور بيه. الف الف حمد لله على سلامتك. ايوه صبري طمني بس، في جديد؟ اعلنوا عن الحادثه سعادتك، بس للاسف لا جابوا سيره الفلوس ولا الميموري كارد. يعني اختفوا؟ ما يمكن يكون ملعون البوليس ولا حاجه. طب تابع الموقف وبلغني. ها؟ حاضر حاضر مذكور بيه. مظبوط يا بيومي؟ مظبوط يا عبودة. امسك بقى يا معلم، خد مفاتيح التاكسي الخربان اللي انت فلقنا بيه. فين بقى وصولات الامانه اللي امي ماضيه عليها؟ الوصولات. امسك. ومن غير سلام ومن غير عم بيومي. استنى بس عبودة، في ايه؟ انا عايز ايه يا بيومي؟ انت مش خدت حقك، سيبني امشي بقى. انت لقيت شغلانه تانيه مش كده؟ يا بيومي الحمد لله يعني، بس شغلانه ايه تليق بيا وبمركزي مع واحد خليجي من ليبيا بس غني قوي قوي. يعني ما انت شغال معايا؟ لا. طب ذنب التاكسي ايه؟ ذنبه في رقبتك يا بيومي، ما ترحمه بقى يا راجل يا بخيل. لا ارحمه طلعه معاش بقى، لانه خلاص ما بقاش منه رجع ولا منك. التاكسي ايه؟ واحد خليجي من ليبيا. يا ابن المحظوظة عبودة. سيماء سيماء. في يا سيد؟ احنا في الشارع. انت ما بترديش عليا ليه في التليفون؟ مفيش حاجة يا سيد، بس ما في كل الموضوع ان انا فكرت في حكايتنا دي ولقيت ان احنا مش هننفع مع بعض. يعني انا عايزه واحد كده غني يريحني ويريح امي، يخرجني من اللي انا فيه ده كله. على اذنك بقى، عشان لو حد شافنا مع بعض هتحصل مشكله. انا قررت اكمل في الجامعه المفتوحه عشان خاطر. مش هينفع يا سيد، على اذنك. من ابو كمرتين ده مش كده؟ ايوه يا فندم. طب وحضرتك هو بيصور ازاي؟ انا مش عارف، وريني. هدوس على ده. ايوه. طب استنى، انت هتصور؟ هتصور كده. الله حلوة قوي قوي قوي. وفي اوبشنز تاني كتير جدا، بيكبر الصوره ويصغرها وفي امكانيات عاليه قوي. خلاص انت هترغي معايا والله، هشتريه ما تقلقش. بقول لك بقى، انت عندك كروت شحن؟ عندي كل حاجه، وعندي كمان تحويل رصيد. طب بقول لك بقى يا سيدي، انا عايزك يا سيدي تديني كارت شحن اللي هو من ابو 25 جنيه ده، وتحول لي رصيد
ب 10 جنيه على الرقم ده. ده تقرير مبدئي، وهروح مره تانية واعمل لحضرتك تقرير وافي. وريني كده. سوري يا فندم، نسيت اعمله سايلنت. مفيش مشكله، ردي بعد اذن حضرتك. الو. ايوه يا عبوده. نعم، جبت موبايل بكاميرتين وعايز توريهولي. مش دلوقتي يا عبوده، انا مشغوله. قلت لك بعدين. بعدين ايه بس يا هدى؟ انا عايز اقابلك دلوقتي عشان اصورك. خلاص يا ست ما تزعليش، هستناك. ها، بقول لك انا حاولت لك رصيد ب 10 جنيه وصل لك ولا لا؟ اصل شاكك ان الراجل ده نصاب. ادفع يعني؟ بقول لك يا هدى حبيبتي، اول ما تخلصي شغل بإديني رن، ها، وانا هكلمك. تمام يا منير، تمام، ماشي. طب بقول لك ايه، تعالى انا مستنيك في المكتب بسرعه، ما تاخرش. واضح ان سيادتك مشغول يا صبري، انا اسفه يعني ان انا جيت لحضرتك في وقت غير مناسب. لا ابدا، مفيش حاجه، بس هو موضوع صلاح ده مش سهل يعني العثور عليه بسهوله. بس انا ببلغ كل الوحدات وهم هيبلغوني لو عرفوا حاجه، وانا عن نفسي هبلغك فورا. متشكره قوي يا صبري، هستأذن انا بقى. مع السلامه يا نساء. الله يسلمك. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا ابني. ها، طمني. وانا جاي عديت على المستشفى النهارده الصبح، الدكتور قال لي ان في تحسن في حاله المصاب. وسيادتك ما وصلتش حاجه؟ لا طبعا وصلت. تليفون مرتضى استقبل مكالمه من واحد اسمه صبري بعد نص الليل بساعه. مرتضى نفسه كلم صبري ده قبلها بساعتين. ولو اللي في دماغي ده صح هنبقى مسكنا اول خيط في القضيه. وكل طلبه منك بقى منير انك تتصل بشركة الموبايل اللي مشترك فيها مرتضى وتجيب لي كل ارقام التليفونات اللي اتصل بيها واللي اتصل بيه اليومين اللي فاتوا قبل الحادثه. تمام سعادتك. تؤمر بحاجه تانية يا باشا؟ شكرا يا منير. بعد اذنك يا باشا. مع السلامه. كده بقى ما فاضلش غير تقرير الطب الشرعي وان المصاب ده يفوق ويتكلم. حاجات ما تتقدر لا بالدولار ولا بالقنطار.